مع ضيفنا سعادة السيف حمد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنوك. أهلا وسهلا بك معنا اليوم. تواجدكم اليوم في هذه القمة العالمية للحكومات، تجارب 140 حكومة موجودة للاستفادة منها. إنوك كجهة إماراتية باتت رائدة في هذا المجال، كيف تستفيدون من هذه المنصة وما الإضافة التي تكسبونها؟ أول شيء نحب نسلم عليكم ونقول لكم إن يعني إحنا سعيدين بالمشاركة، لأول مرة إحنا نشارك هنا في إنوك. طبعا إنوك موجز هي مسؤولة عن جزء كبير عن تقديم الطاقة لإمارة دبي وجميع أنواع الطاقة، سواء كانت طاقة السيارات، البنزين، الايربلينز في المطار، وال بي جي في اليوم يعني مشاركتنا يعني اول شيء نحب يعني مثل ما تقول نبين للعالم المشارك في هذه القمة عن التكنولوجي اللي احنا نستخدمها في تقديم الطاقة. احنا نحاول دائما نطبق أعلى معايير التكنولوجي في أعلى معايير السيفتي والأمان في تقديم الطاقة، وحابين مثل ما تقولين حتى نتعلم من هالوفود على خبرتهم، وعشان نكمل الخبرة اللي عندنا من 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 خبرة الوفود في مجال الطاقة ومجال الانفستمنت ومجال التكنولوجي. والحمد لله يعني إن شاء الله نقدر نستفيد ونفيد في هذه. نعم طبعا هناك الاستفادة كبيرة خاصة في القمة العالمية للحكومات. من هم أو ما هو النموذج اليوم الناجح خاصة في القطاع الذي أنتم فيه وتكونون معهم وفي تعاون مستمر؟ طبعا أنت تعرف يعني الطاقة يعني الترديشن القديم مال الطاقة أني أنا بطلع بترول وببيعه وبطلع بترول، هذه شوية انتهت لأن دخلت عليها التكنولوجي والإنوفيشنز وكذا. فيعني أنت لازم تكون في مستوى عالي من تقديم الطاقة سواء للمطارات أو للبيوت أو للسيارات، وتكون يعني معظم الطاقة مرتبطة كثيرة في الاي تي والسيرفس. فاحنا نحب نبين يعني وين وصلنا في مستوى ولكن كيف ترون اليوم السيارات الكهربائية هل تؤثر في يعني في تحديات؟ والله يعني هي التكنولوجي يعني وما اعتقد يعني السيارات الكهربائيه حتغطي على كل الطاقه اللي تطلع من البترول. يعني كان لنا لقاء مع سعادة سعيد طاير قال هناك 4000 اليوم سياره لها هذا النظام الكهربائي. بالعكس احنا نشجع يعني حتى كل محطاتنا اللي نحط فيها لتعبئه الكهرباء. نعم. لان احنا نشجع هذا التكنولوجي في البلد وكذا، هذا ويعني مش يعني خلاص السيارات استوت كهربائية حنسكر احنا، لا اكيد بالضبط. هذا هو السؤال، هذا التحدي المطروح في التحول نحو الاقتصاد الاخضر والطاقة النظيفة وغيرها من المسائل. هل تشعرون بان هناك فعلا منافسة، هناك خطر على هذا القطاع ام لا؟ والله ما نقدر نقول هي خطر، بس هي في مكمل منافسة ربما. بس هتاخذ وقت يعني يمكن بعد 10 سنوات او 15 سنة حتى هنحس في المنافسة. بس في الوقت الحالي ما أعتقد المنافسة حتكون يعني جميل يعني كبيرة بالنسبة. سؤال أخير وباختصار، نعم. كيف ترون اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات؟ والله أنا بالنسبة لي أنا أول مرة أحضر القمة العربية، نعم. وأنا صراحة حسيت أن المؤتمر يعني واضح وفري ترانسبيرنس، نعم، لكل الجهات، وحابين نتعلم من الوفود هذه في 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 مجالات كثيره يعني في الانفستمنت في التكنولوجي في نعم الكل يستفيد في هذه القمه. سعاده سيف حميد الفلاسي رئيس مجموعه إنوك، شكرا جزيلا لك وان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق.